هي لايبل شيلي واحد من هدافي الفريق، 3 أهداف سجلها مع فريقه كالياري. رياح تشاهدونها تهب في الجهة المقابلة لنادي الميلان اللي يلعب اليوم بماركو أميليا في حراسة المرمى باللباس الأبيض على يسار الشاشة. الجهة اليمنى تشيلي، والجهة اليسرى إيمانيالسن الهولندي، بونيرا وعادل رامي في وسط الدفاع، نيجل ديونغ، مونتوليفو وهوندا اللاعب الدولي الياباني السابق في نادي سي اس كا موسكو الذي تنقل في هذا الميركاتو الى فريق الميلان. روبينيو الجهه اليسرى، ريكاردو كاكا على الجهه اليمنى، وماريو بالوتيلي لويست هام الفريق الانجليزي. ضربه البدايه طبعا اعطيت منذ دقيقه ونصف، الكره لايمانيالسن من هناك على الجهه اليسرى، كرسي احتياط فريق كالياري في انطونيو ادو، سيباستيان اريكسون، داريو ديل فابرو، كره صعبه من هناك، التغطيه وايضا خطيره لصالح فريق كالياري. كره ممتازه وصعبه، اندريا كوسو كاد يفتح مجال التسجيل لو جاء الخروج الموفق والسريع لماركو اميليا. شوف الخطا هنا من جانب دفاع فريق الميلان مع بونيرا، الخطا فادح، كوسو في المراقبه بيسرى وخروج رائع وشجاع من الحارس ماركو اميليا، ينقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقه الثانيه من انطلاقه هذه المباراه. تماما على قلب الهجوم ماريو بالوتيلي، روبينيو يخطف الكرة فريق ريكاردو كاكا يوصلها مباشرة لبالوتيلي، كرة صعبة بالوتيلي، أي الذي هو روبينيو يطلب بالوتيلي، روبينيو با 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 كرة ممتازة ثنائية ثلاثية بين كاكا روبينيو وبالوتيلي، عاد الكرة لروبينيو حطها في المكان اللازم في مباراته الأولى بعد المئة بالنسبة لروبينيو في الدوري الإيطالي. شوف الإعادة مرة ثانية، الانطلاقة السريعة جدا من الثلاثي، حطها في الزاوية اليسرى، بقي يتفرج عليها سيربي أبراموف، كرة طويلة من مونتوليفو ناحية هوندا على الجهة اليمنى، يوقف كورتو، هوندا محتفظ بها، يطلب المساعدة، يجيدها عند تشيليو، كرة صعبة والحارس يتدخل، الحارس أبراموف ويخرجها للركنية من أمام ماريو بالوتيلي. شوف الإعادة مرة ثانية، ضربت في المدافع، سبق ماريو بالوتيلي ولكن الحارس أفراموف كان رائعا وصد هذه الكرة للركنية، الركنية الأولى لعناصر فريق كالياري. الركنية من كوسو، يلعب أرضية صعبة وخطيرة فوق المرمى، بعيدة الكرة هذه بواسطة مورو، تلعب من هناك على الجهه اليمنى، تغطيه دفاعيه، الحكم لم يقل شيئا، راح ايمانيالسن، انطلق زاد في السرعه، ايمانيالسن يوصلها من هناك على الجهه اليسرى مباشره مع روبينيو، زاد في السرعه روبينيو وايمانيالسن، البحث عن البالوتيلي، والحارس خرج من المراقبه. هذا مره ثانيه التمريره من روبينيو ناحيه ماريو بالوتيلي، لم يكن في وضع تسلل، راوغ وسدد بقوه ولكن الحارس افراموف انقذ مرماه من كره صعبه. الحصرية بالنسبة للاعب بالوتيلي، كرة في وسط الميدان لصالح دوسينا، يبحث عن كوسو، ديونغ، الحكم ما قال ولا شيء، استعمل ترجع الكرة وسط لكاكا، طريقة عجلة من عن طريق ماريو بالوتيلي، مرة أخرى كاد أوندا يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الأول مع فريق الميلان، والكرة الأخرى من هوندا، التمريرة كانت رائعة من ماريو بالوتيلي، هوندا بيمناه لا يقدر على أن يلعب الكرة بنفس الشكل اللي يلعب به الكرة بيسراه. ضاعت الكرة مرة ثانية، تروح مباشرة لبانيا، جول في منتهى الروعة من ماركوسو، يا لها من خطأ من عناصر الميلان، يا لها من تمريرة ويا له من استلام ومراوغة ببراعة كبيرة. المسافة القانونية لتنفيذ هذه المخالفة لصالح ايمانيالسن والميلان بحثا عن ماريو بالوتيلي، ايمانيالسن وروبينيو، لا 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 يا روبينيو، كرة مثل هذه في القائم الأول، مونتوليفو كرة بعيدة كثير. ريكاردو كاكا الجريمة يوصلها لتشيليو، كان متراجع فريق الميلان منذ تلقى هدف أول بالرأس، هوندا يضيع مرة أخرى كرة بالرأس، سدها أبراموف ببراعة وخرجت ركنية. شوف الإعادة، لم يكن متسللا في هذه الكرة، هوندا في القائمة الثانية بالرأس، أفضل كالياري ثم مونتوليفو في الاسترجاع، ايمانيالسن مرة ثانية يلعب لكادو، كاكا خرج من المراقبة، كاكا أمام 3 لاعبين محتفظ بالكرة،
ما زال كاكا يواصل دائما عنده كاكا يلعبها لبالوتيلي، بالوتيلي امام ثلاث لاعبين يوصلها من هناك حتى اليمنى ناحيه عمدة يرفعها والدفاع يدخل وينقذ الموقف مونتوليفو والتسديده جانبيه. كرسي احتياط فريق الميلان في هذه الامسيه جابرييل كوبولا فيليب ماكساس إنياسيو أباتي كيفن كونستان سليمان تاري فالتير بيلزا بريان كريستون وجان باولو بازيني وانطلاقة من هوندا من هناك على الجهة اليمنى حاول التوغل من الوسط هوندا يبحث عن المراوغة يراوغ هوندا يلعبها في العمق لريكاردو كاكا توزيعة من كاكا يلعبها صعبة ماريو بالوتيلي مثل ما جاءت سددها على الطاير عديل رامي الحكم خلى الافضليه انطلق هوندا زاد في السرعه هوندا وبالوتيلي هوندا وبالوتيلي هوندا وروبينيو روبينيو وصلته كره صعبه لصالح الميلان روبينيو لهوندا ثنائيه بين هوندا وروبينيو روبينيو رجع مره ثانيه للياباني هوندا كورتو مرت بعيده فرصه ثالثه لهوندا طبعا فرصتان خلال المرحله الاولى الاولى برجله اليمنى الثانيه بالراس الثالثه برجله اليسرى الرابعه إذا جاءت ستكون دون شك في الشباك بالنسبة لهوندا مع مرور دقائق من الوقت فريقه في حاجة إلى التعديل هذا تشيليو تشيليو يرفعها كرة بعيدة في القائمة الثانية ناحية هوندا كاد يلحقها الحقها هوندا استرجعها دخل منطقة عمليات هوندا دائما بيمنى التسديدة تضرب في الدفاع ثم انطلق من كوسو مع ديونغ كوسو وكذلك رفيقه مارك هو اللي مطالب بأشياء كثيرة في ميلان ايمانويل سن على الجهه اليسرى يطلبها ريكاردو كاكا يفضل بالوتيلي والتسديده بين احضان الحارس هنا من امام كونتي ساقط على ارضيه الميدان غير متعمده يقول بالوتيلي على كونتي يعني اعاده مره ثانيه ديسينا دانييل دانييل ديسينا لبيليا كره ممتازه رجعت لبيليا كره صعبه لزاركا لياني بيليا با 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 تسديده صاروخيه قويه على يمين الحارس أميليا كادا بينيا يضيف الهدف الثاني ويقتل المباراة لو 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 شوف الاستلام هنا ركز كثيرا كل قواه لصالح هوندا في تمديد هذه المخالفة يرفعها ببراعة هوندا بهجومه يخرجها الدفاع رجعت لإنياسيو أباتي مرة ثانية أباتي سدد والدفاع الكرة وهذه المخالفة الصعبة جدا تركيز كبير عند ماريو بالوتيلي المسافة القانونية غير محترمة الحكم يقول لبالوتيلي نفذ غير محترمة تماما المسافة القانونية بالوتيلي با 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 هدف التعادل ببراعة وبروعة فوق الجدار ماريو بالوتيلي يعدل النتيجة في الميلان غول الميلان في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة الميلان يلعب كل مبارياته مثل ما يلعب العشر دقائق الأخيرة من كل المباريات كان يمكن أن يكون أفضل كرة ثابتة واحدة سمحت لماريو بالوتيلي رفع الكرة فوق الجدار خلى الحارس فلادا أفراموف يتفرج على هذا الهدف قلت لكم بأن الميلان عادة يسجل في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة بالوتيلي حتى لحظات أخيرة أفضل مما أفضل ما شاهدنا خلال هذه المباراة ماريو بالوتيلي أيضا يصنع الحدث فوق أرضية الميدان كاكا يدرك جيدا بأن بالوتيلي لو يغضب ويتنرفز يفقد كامل أعصابه وممكن يؤدي ذلك إلى طرده خلال هذه المباراة دقيقتان الأخيرتان على نهاية المباراة هوندا في تنفيذ هذه الركنية الكرة تأبى أن تتوقف في مكان في موقع تنفيذها الميلان عاد في النتيجة هل سيسجل هدف ثاني بالرأس والهدف الثاني جول جول بازيني فعل الميلان هدف ثاني للميلان كل شيء حدث في أربع دقائق الميلان في كالياري متفوق في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد لم يكن من المعقول أو المقبول أن تنتهي المباراة بهذا الشكل دون أن يفعل شيئا فريق الميلان ويعود في المباراة بازيني يضيف الهدف الثاني للميلان كرة القدم وسحرها وجمالها ولغزها هو هنا في هذه الكرات وفي هذه اللعبات والركنيات والوضعيات والظروف الصعبة هوندا الياباني يسجل الإيطالي بازيني بقدم رجله يضيف الهدف الثاني للميلان هدفان مقابل هدف واحد في ظرف ثلاث دقائق كان كالياري حاصل على ثلاث نقاط
صار الآن حاصل على 0 نقطة، والميلان صارت بحوزة 3 نقاط الآن في هذه المباراة، يصبح في رصيده 28 نقطة، يلتقي إلى المركز الثامن في الترتيب، يحقق انتصاره السابع على الموسم. يعني الميلان اليوم عادل كل شيء، 7 انتصارات 7 تعادلات و7 هزائم في الدوري، فوز يعني يدل على أنه عندهم شوية الكاركتر لاعبي فريق الميلان، فعلا فوز مستحق. عادوا في المباراة بعد ما بدأوا موفقين، عادوا في الربع ساعة الأخير كما كان متوقع، وسجلوا هدفين مستحقين سمح له بالتفوق على كالياري على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف واحد. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل على الأقل بالربع ساعة الأخير، خاصة لمن التحق بنا في الربع ساعة الأخير من عمر هذه المباراة. ألقاكم بخير بإذن الله.